إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. قال الأكدرية سميت أكدرية لأنها كدرت على زيد إيه؟ على زيد مذهبة، قدرت على زيد مذهبة لأنه لا يفرض للأخت في غير مسائل المعادة إلا في إيه؟ الأكدرية. أركانها كالآتي: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا، ها كمل كمل يا ولد، ها سلو سلو عايز يكمل، ها ها خصائم أمة علموها، ها تعرف يا صاحب الأكدرية، ها يعني تعرفها حرية، ها فيفرض النصف لها والسدس لها حتى تعول بالفروض المجملة ثم يعودان كما مضى تحفظه واشكر ناظر. إلا بد من وجود هذه الأركان. الأول أخت واحدة، أخت إيه؟ واحدة، وزوج وأم وجد. الأول الزوج عايز إيه؟ كام؟ كام؟ ثلاثة، هي أصلها ست، أصلها ست، ثلاثة، والأم عايز أسمع كم؟ اثنين، يبقى زوج وأم، يبقى كان القياس كم بقي من التركة؟ سدس. كان قياس المسألة أن يفرض هذا السدس للجد تسقط الأخت. الله ينتصر. طيب الأخت لما بطلت عصوبتها بالجد، هي عصبة الأب، ها؟ هي عصبة فخلاص ما عندهاش حاجة. بطلت عصوبتها، عادت إلى إيه؟ إلى الفرد، عايز النصف. طب وبعدين؟ أنا أديك النصف منين؟ كل ستك تقول لك لا، عايز النصف، حاضر. النصف، نصف الستة كام؟ ثلاثة زائد ستة تعود إلى تسعة. يبقى الزوج الأول نعطي الزوج والأم عشان يمشوهم بعيد. ها الزوج هنعطيه كام؟ ثلاثة. تفضل يا عم، لك نصفها ونصف كاملة، نصف عائل بس يعني خدنا منك شوية. والأم نعطيها كام؟ ثلث. اثنين عائل. كم يبقى معنا؟ أربعة. الجد يقول لها لا ده احنا شركة، تعالي نتقاسم، تعالي ايه؟ نتقاسم. طيب أربعة على ثلاثة بينهما ايه؟ تباين. عايزة تصحيح، 27 هنصححها بكام؟ 27 هنضرب ثلاثة في أصل المسألة، تسعة مبلغها بالعود، تسعة تصير كام؟ 27 تصير ايه؟ معايا؟ 27. تعالى الزوج له كام؟ ثلاثة في ثلاثة تسعة. والأم كام؟ الأم ستة، ستة زائد كام؟ تسعة، 15 من كم بقي؟ 12 كم باقي؟ 12. ما قلت شيء، قلت 3 في 4 ب 12، حتى لو عايز تجيبها من ايه؟ من اصل المسألة.
ال 12 دول نقسمهم على الجد والاخت الشقيقه او الاخت الاب. الجد ياخد كام؟ 8 والاخت 4 ويعايى بها يلغز بها. نقول مات ميت وخلف 4 من الورثه. الاول اخذ ثلث المال والثاني ثلث الباب والثالث ثلث باقي الباقي والرابع الباقي. مات ميت وما ميت ولا ميت؟ ميت ولا ميت؟ ميت. ماشي. 4 من الورد. الأول أخذ ثلث المال 9 وهو مين؟ الزوج. 9 من 27 كم بقي؟ 18. الأم هتاخد كام؟ 6 ثلث ال 18. 6 أي طيب كم بقي بعد فرض الأم؟ الأخت هتاخد كام؟ 4 ثلث باقي الباقي. والجد؟ هياخد الباقي. نيجي بقى لمحترزاتها وهذه الأركان. الأول لو كان نبدأ بالأخت المحترمة اللي هي هنا دلوقتي، لو كان مكان الأخت أخ، لو كان مكان الأخت أخ، أخت أخ، كان سقط. نعم كان سقط. هذا أول شيء. طيب بدل الزوج زوجة، مش هتبقى الدارية طبعا. لا بدل الزوج زوجة، يبقى الزوجة عايزة ايه؟ ربع. والأم ثلث، هتبقى من كام؟ من 12. نعم الزوج هياخد كام؟ 3 والام 4 وكام؟ 7 كم يبقى؟ 5 توزع ايه؟ على الجد والاخت اللي اثلاث، يبقى توصح من 36. وهي دي اللي بنقول عليها ايه؟ طيب لو كان مكان الأخت الشقيقة، أخ شقيق قلناها، طيب لو كانوا أختين شقيقتين هنعمل إيه؟ يلا 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 أنا قلت لهم الثلثان، كملي بقى. هنعمل إيه؟ الأول الزوج عايز إيه؟ النسب. هياخد كام؟ 3 والأم ليه بقى؟ ما احنا قلنا اختان شقيقتان. هتاخد سهم واحد. كم يبقى؟ 2. يبقى الجد ياخد سهم. والاختين سهم. يبقى المقاسمة أحسن. أيوة تمام؟ لأن الأم هتنتقل من السدس، من الثلث إلى السدس بالأختين. ولو كان مكان الأم في المسألة الأولى جدة، لكان الحكم أيضا ما تبقاش أفضل.